متابعينا الكرام في كل مكان، اهلا وسهلا بكم وجوله عالميه جديده في اسواق المال والاعمال والطاقه والشركات وكل ما هو جديد اليوم الخميس تاتيكم من بنكير، فابقوا معنا. بنكير نبض البنوك. البداية من سوق النفط والذي هبطت أسعاره قليلا اليوم الخميس. هبطت العقود الآجلة لخام برنت إلى 86.88 دولار للبرميل، كما خسرت العقود الآجلة لخام غارب تاكسس الأمريكية وسجلت 83.37 دولار للبرميل مع تباطؤ النشاط بسبب عطلة يوم الاستقلال في الولايات المتحدة. الخبر التالي في جولتنا العالمية من السعودية، والتي سجلت ارتفاع في انفاق الزوار القادمين الى المملكة من الخارج خلال الربع الاول من عام 2024 بنسبة 22.9% مقارنة بالربع الاول من عام 2023. تجاوز اجمالي انفاقهم مبلغ 45 مليار ريال، فيما حققت المملكة فائضا في بند الصفر يقدر بمبلغ 24 مليار ريال، وبنسبة نمو الفائض تجاوز 46% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023. ويقدر انفاق المسافرين من المملكة الى الخارج بنحو 21 مليار ريال خلال الفترة نفسها. ما زلنا مع حضراتكم في جولتنا العالمية، والخبر التالي من تايلاند، حيث افتتحت شركة بي واي دي الصينية لصناعة السيارات أول مصنع لها للسيارات الكهربائية في تايلاند الخميس، في إطار توجه الشركة نحو جنوب شرق آسيا، في وقت بدأت فيه تتوجه أيضا نحو الأسواق الأكثر ثراء في الولايات المتحدة وأوروبا. ويأتي افتتاح المصنع في نفس اليوم الذي من المتوقع أن يبدأ فيه الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية أعلى على السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين بسبب المخاوف المتعلقة بالمنافسة من الواردات الأرخص سعراً. ومن تايلاند إلى أستراليا، وأعلن الحكومة الأسترالية الخميس أن البيانات السرية للغاية الصادرة عن وكالات الجيش والاستخبارات في البلاد سيتم تخزينها في خدمة للحوسبة السحابية صممتها خصيصا شركة أمازون الأمريكية العملاقة في إطار اتفاق بقيمة 1.3 مليار دولار. وأشارت الحكومة الأسترالية إلى أن شركة أمازون ويب الكيان المسؤول عن إدارة خدمة الحوسبة السحابية لدى أمازون ستصمم سحابة سرية للغاية للوكالات العسكرية والاستخباراتية في البلاد. الخبر الأخير في جولتنا العالمية من ليبيا، التي قفزت فيها إيرادات النفط في الثلاثة أشهر الأولى من عام 2024. وفي التفاصيل، قال البنك المركزي الليبي الخميس أن إيرادات النفط في النصف الأول من عام 2024 سجلت 37 مليار دينار. ويعتمد الاقتصاد الليبي بشكل أساسي على الإيرادات النفطية التي بلغت خلال العام الماضي 99.1 مليار دينار ليبي مقارنة ب 105.4 مليار دينار ليبي في عام 2022. وإلى هنا انتهت جولتنا العالمية. أنا أشرق أشرف وإلى اللقاء. بنكير نبض البنوك.